تعمل ايه هنا؟ ازيك يا غادة؟ لكن ازاي ده حصل؟ مش عارف، هتجنن. لازم ايه بقى الدموع دي؟ ما انا قدامك اهو، عمر الشاي بقى. هترد ازاي؟ انا سايبها متعلقه. طب وخليتني اطلبها ليه؟ عشان اعرف اذا كان ممدوح راح لها ولا لا. لو كان راح لها اكيد هينزلها، فهي هترد يا هو هيرد كده، يبقى ممدوح لسه ما عرفش اني رجعت. انت بتخطط لايه؟ انا لازم اوديه حبل المشنقه بايدي. يا حبيبي مواجهتك ليه هتعقد حياتنا اكتر واكتر؟ اكتر من انه حاول يقتلني؟ اكتر من انه قتل صاحبه عشان يحط جثته مكاني؟ انا مش فاهم انت ازاي ما قدرتيش تميزي الجثه. ما هي الجثه كانت مشوهه وانا نفسيتي كانت زي الزفت، انا كنت منهاره ما كانش ممكن اقدر اتحقق فيها. افهمني يا ابو زيد، موتك هو اللي خلانا نملك 15 مليون جنيه حسب الوصيه. لو عملت اللي في دماغك ده معناه اثبات وجودك، ساعتها كل الفلوس هتروح مننا. يعني انت خايفه الفلوس تروح مننا لو انا اثبتت وجودي؟ بالظبط كده. طب والجرائم اللي هو عملها؟ يا سيدي مش مهم، وافضل انا الميت الحي. يا حبيبي احنا نقدر ناخد الفلوس دي ونسافر اي بلد تانية نعيش فيها زي ما احنا عايزين بعيد عن هنا. والقبر اللي فيه جثة طلعت والشاهد اللي عليه اسمي هيفضلوا زي ما هم برضو عشان الفلوس؟ المهم يا حبيبي انك معايا بلحمك وشحمك. يعني رجعت لامنيتك اللي كنت عايزه تحققيها، انا والفلوس مع بعض. اجرام ممدوح وشر هما اللي ساعدوا على كده، من غير هو نفسه ما يخطط لده. يا حبيبي الظروف ساعدتنا، خلينا نعيش بقى. لا لا يا غدا، هنرجع للفقر تاني احسن، بدل ما افضل ميت واضيع من نفسي ونضيع احنا الاثنين من بعض. ارجوك يا ابو زيد. انا مستغرب انت ايه اللي غيرك كده يا غدا؟ انت اللي ما كانتش الفلوس تهمك دلوقتي بقت بتهمك؟ لانها في الاول كانت بعيده عني، انما دلوقتي بعد ما شفتها ولمستها وشميت ريحتها دلوقتي بس عرفت قيمتها. ارجوك يا ابو زيد، ارجوك تسمع كلامي، انسى خالص حكايه ممدوح دي، ما تفتحش علينا فتحة يا اخي تضيع مننا كل حاجة. اسف يا غادة، مش ابو زيد الهلال اللي يبيع حياته ويقبل موته وهو حي عشان الفلوس. الفلوس هي اللي هتخليك فارس في الزمان ده. بالعكس، هي اللي هتخليني عبد.